السؤال عن انتقادات موجهة إلى الصحيحين قديما وحديثا سواء في الأسانيد أو في المتون، ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن في الإجابة عن بعضها أن الإجابة عن بعضها فيها تكلفٌ كما فهمت، فهلا وصلتم في مقصود كلام ابن حجر ذلك، وما هي تلك الانتقادات التي تكون الإجابة عنها متكلفة، وهل يسلم ذلك، وما الكتب الحديثة التي تكلمت هذه الانتقادات؟ جواب أن كل كتاب غير كتاب الله يؤخذ منه ويرد، والصحيحان هما من تأليف البشر، وقد اجتهد الإمامان الحافظان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والحافظ كذلك أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري في تخليصهما من كل ما فيه مطعن من الحديث، ومع ذلك هو جهد بشري. وعن البويطي قال لما ألف الشافعي كتابه هنا ولنيه فقال خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه، فقلت يا أبا عبد الله أصلح لنا، قال كيف وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أبى الله العصمة إلا لكتابه. وما في الصحيحين من هذا النوع يسير جدا، ولذلك هما أصح كتاب بعد كتاب الله. وقد حصل اتفاق أهل العلم على نسبة كل ما فيهما إلى الصحة، وقد قال العراقي في ألفيته وقطع واجزم بصحة لما قد أسند، أما ما فيهما من المعلقات ونحو ذلك فلا يدخل في هذا الجزم بالصحة. ومع ذلك فقد انتقد عليهما بعض ما صححاه، وهذا ليس منافيا لقول العراقي يجزم بصحة لما قد أسند، لأنه قال في موضع آخر وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد فبين أنه لا يقصد بالتصحيح والتضعيف القطع، وإنما يقصد بذلك غلبة الظن. وقد تتبع بعض ما فيهما الحافظ الدارقطني فألف كتابين، أحدهما يسمى الإلزامات، فألزمهما بأحاديث على شرطهما لم يخرجاها وهي موافقة لما قد أخرجا، والكتاب الثاني التتبع فتتبع ما فيهما مما يراه ضعيفا ليس على شرطهما، وهي أحاديث قليلة جدا. وفي الجواب عنها عن بعضها بعض التكلف، لكن بعضها أيضا يسهل الجواب عنه، وليس فيهما شيء من الموضوع ولا من الساقط الذي لا ينجبر ضعفه. وقد زعم ابن الجوزي في الموضوعات أن حديثا أخرجه مسلم في الصحيح من الموضوعات، ولكن هذا لا يسلم. وفيهما بعض الشاذ الذي يترك العمل به باتفاق أهل الحديث، كما في لفظة فليرقف في حديث ولوغ الكلب في الإناء، وهي عند مسلم في الصحيح. قد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن أهل العلم أجمعوا على أن هذا اللفظ شاذ، وكذلك بعض الألفاظ القليلة التي جاء فيها الشذوذ في الصحيحين، فهي على قلتها يتكلف بعض أهل العلم الجواب عنها. والمقصود بذلك أن ما فيه ما قد تجاوز القنطرة في الجملة لا بالجملة، فما فيه ما في الجملة صحيح إذا كان مسندا وذكر إسناده وذكر سنده. وهذا النقد الموجه إليهما بعضه يرجع إلى بعض المتون مثل شذوذ لفوة بشماله، أي نسبة اليسار إلى الله سبحانه والشمال إلى الله تعالى في صحيح مسلم، فقد ثبت في عدد من الأحاديث وكلتا يديه يمين. وكذلك ما ذكرنا من قوله فليرقه ونحو هذا من الأحاديث. وكذلك في الإسناد ففيهما بعض الرجال المنتقدين، فمثلا في صحيح البخاري أحاديث عكرمة وابن عباس، وقد انتقده عدد كبير من أهل العلم. ومع ذلك في البخاري ينتقي من أحاديثه ويختار، وكذلك في صحيح البخاري من رجاله عمران بن حطان وهو من قادة الخوارج وشعرائه، وفي صحيح البخاري كذلك حديث عبيد الله بن موسى وهو من الشيعة، وكذلك في صحيح البخاري حديث الإمام هشام الدستوائي، وقد روي بالقدر لأنه يقول بنفي القدر. ومع ذلك فهؤلاء ثقات كلهم مشهود له بالصدق والأمانة، والبخاري ينتقي من أحاديثهم، وكذلك في صحيح مسلم
بعض الشيء في بعض الأسانيد. فمثلا في صحيح مسلم من رجاله سهيل وأبي صالح السمان، وقد ضعفه بعضهم وطعن فيه ولم يخرج له البخاري، ومثل ذلك محمد بن إسحاق فقد ضعفه مالك، وكذلك رواية أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، فقد ذكر كثير من العلم انقطاعها عدم اتصالها. وفي تتبعات هذه الأمور من الأحسن الرجوع إلى كلام الحافظ ابن حجر في الفتح وفي تعليق التعليق فيما ذكره كفاية ومقنع.